هذا شوف في كرة قدم ما فماش معناتها حقيقة. تنجم ضربة جزاء تصير وتنجم ضربة جزاء تتسجل، وشفنا السيناريو نتاع مباراة البارح تاع وجدة كيفاش في الدقائق الأخرى تسجل جوج أهداف، حتى في خاصة في مباراة الكأس ما فماش حقيقة، معناتها مباراة الكأس تجي في رق تحاول تلعب الماكسيموم، هي على مباراة باش تنجم ترشح وأنت ستيب باي ستيب كما نقولوا. اليوم معناتها شفنا اللي جاتنا الفرصة سجلنا وحاولنا معناتها باش نلعبوا باش ندعموا، لكن صراحه الفريق اللي لعب ضدنا كان فريق معناتها متحمس فيه ومستوى زاد الفني كان باهي، الاولاد ما حضروش مليح ذهنيا المباراه، هذا درس باش الناس تفهم والوليدات سيرتو الاولاد الدراري يعرفوا اللي ما فماش فريق قوي فريق ضعيف، الفرق الكل متساويه، ومباراة الكاس تحب توصل للاخر لازم تحضر 100% المباراه تاعك وممكن حتى في 200%. شنو كيبان لك الاداء التقناوتش؟ التقناوتي شنو ما كيبان انه كتس لا هو عنده اصابه، لا عنده اصابه قديمه شويه في في في, في فخذه وتحيرت عليه، والحمد لله معناتها برافو عليه اللي كمل المباراه نتاعو، قام بواجبه، حارس موجود باش يتصدر للفرص، قام بواجبه. وهذا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.